خوتي السلام عليكم، كما العاده راكم عارفين معكم خوكم عزيز بوزي. سمع ولاد الجريمه، ابنات الجريمه، اللي ما مابونيش يدخل يسابونا، بلا ما تنساو تغيميسا زغمسو غمسو كوامين طير الزوين ولا القبيح، اللي ما عندناش مشكل باش تجي معانا. و 3000 درهم راه غير الكشام هشام يخريطيطي. عاوتاني داك خونا اللي قال لي تم كومونتير مصيفطهاش مصيفطهالك اخاي بوزي، فينا هو تا هو مول 500 درهم قال لك عاود لي على فلان، انا صنصيفط لك 500 درهم رجوله، فينا يا هاد 500 درهم اسعدي غير في البراطل، اسعدي غير في كيديرو تشي وتشي وقعد فوق الشجره ولا فوق الصاله فوق السبيكه الضو كيبقاو تشي وتشي وتشي. اسمع خوتي تحياتي سحاب اللي كيكسب الكومونتيرات فيهم طويلارات، تحياتي اليوم احلى ديديكاس اليوم، وبغيت نقول لكم الله يجعل شهر رمضان دخلوا علينا وعليكم بالصحة والعافية وطول العمر ان شاء الله بإذن الله، واللي عنده شي واحد مريض الله يجعل ربي يشافيه، واللي في الحبس الله يجعل ربي يطلق سراحه. نبغيكم تصوموا شهر رمضان المبارك مزيان على خير وبخير، ما يكونوا كومبات ما والو، حيت كيدخلوا الكومبات كنا حنا خصنا نتفاداو داكشي، ما عليناش. قصة 2006 كنمشي لكم بالسنة والوقت، كان واحد الشخص نعاود لكم عليه بلا ما نسميه دحومتي، دحومتي وعزيز عليا وشارك معاه الطعام من الصغر وانا وياه، دابا عندي عندك معاودة الطوران، انا كنمشيو كنديرو الكارثة، لا اله الا الله محمد رسول الله، هذاك هو الوحيد الانسان اللي كنت كنجلس انا وياه، كنجلسو كنشربو، سو كنسكرو، ما عرفتي نتوما الاحياء الشعبية شحال هادي اللي كان بوها لي حمق، شنو خصو يدير؟ خصو غير يسكر. خو نشربو كتسالى الفلوس، كتسالى الناس غنطلعو ندورو كيقول لي جلس اخاي بوز، تسنى انا جاي، كيدير التركي غير بشي ربع ساعة، كيتسمى جايب جوج تيليفونات ثلاثة كيقول لي بيع هادو وجيب لنا الشراب، هو بلي بالجوانات، جيب لنا الشراب، ما عليناش، جيبو كنبلكو هكذا طبيعي. مشات نقول لك شي 3 شهور وانا وياه على هذاك الحالة، انا كنت تقبضت تحت، طحت معاهم بالحبس، هويا من الحبس المعلم عزيز، هويا من الحبس وفين غيديو معانا بوزي، هبطو معاه، ديرو في جيبو، عند الرئيس مباشرة، عبد الله والتسعود، قال التسعود. دريويا صحابنا كلشي كيعرف بوزي، كلش فين عمي عز بخير دابا ياك لاباس، واش ابتدائية ولا جينيز؟ قلت لهم راه غا المشاكل عويا بلا حبس عفاك، الله يا دايز اخاي بوزي، عند بلاص غارقة تما اللي جينا هي اللي قاتل با اللي ضرب مو اللي ضرب ختو اللي كدا، دريلو دحومتنا راه عاد خرج هادي واحد 3 ايام ولا 4 ايام، عندو 3 سنين كنت كنلعب لكم عليه. عم راس العرويجل ضريف تخصمين ديالو ماشي ديالو، انا عاوتاني تحرميات، ما عارفين تحرميات تقردي، ما عليناش ضربت شي شراين تمايا، شي شراين هما كيتسموا جايبين هاد الدريري صاحبي طراق تاع كيدخلوا لعند السالفه فيها حاطينها في الجريمه بخير لاباس داير مالك ياك لاباس، انا سقط الخبار شني واقع في السيفي غير غنشوفو واش غيبروني واش غيكذاب واش كدا واش كدا، حيت شحال واحد في الحبس كاين مكيعطيش راس القيطار، كاين اللي كتقولو نتا علاش جاي كيقولك انا مرونها وداير وداير، يا تسع شي حاجة ايه كدب، كيدخل كيبقى يكذب عليك بلا مكيعاود لك انا كنت ودرت ودرت، ها النمير كاعد غير الافلام الخاويه، النمير شحال عندهم فيلم، هادي الايمان اسمعيني شحال عندهم فيلم شحال عندهم مسرحيه، هادوك
وساكتين، وهاد الناس ديال ولاد بوكامانجا فيهم خريطي طي هضرة كدو. انا كنت درت ودرت ودرت شحال واحد دابا راه كيبقى يكذب على عباد الله، راه خبر فراسكم بلا ما نبين لكم. ما عليناش كلا باس، قلت لها هاد الجريمة راني خايب بوزي، كنت انا وفلان 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 ربعة هما ثلاثة هو الرابع ربعة بينا اللي كنا كنشربو. قلت له فين؟ قال لي في الجنان شمية. غتشربو زيد كمل، انا عارف القصة زيد كمل. قال لي تسال انا اللعب بقى شي كيشوف شي، حيت شحال ديك الحبس عادي ولا كيمشي يديرها بلا والدين يجي يوكلها لوحدين اخرين، كيجي يمشي يسرقها ويجي يوكلها لوحدين اخرين. هذيك الضحكة الصفراء هذيك انا الى تعرف يا جلبي اخي انا مسك الدار ولكن كنت ندير ما علاش فاش انا كيضاش على كداش على بزاف د الحوايج. اسمع ولا قصه كي داي شو كي غير كي كان بنادم وكي غير يولد عاود لي. قال لي طلعت صخيط وصل، قال لي بقيت غير كنخيط اللي بواحد بوكور دا قلت لك بتو كنبراكي قلت هادي كنبراكي قبض وحده في ديلها كولي ديال الدهب. قال لي شي ثلاثة الناس اللي دابا الخوات التليفونات شوف ما كيقلعش ما كيخلاش. وتا شوف تا قوة الحضرية والسرقة بزاف ولا ما كيقلعش ربي كيكتب له يمشي للكراج في البلاصة، حيت سرقتي الأول الثاني الثالث 8 الضواحي ولا 9 فين زايد هو واحد طلع وجوج بقاو بالسهرة. صار هذاك المرة من طيحة زران هذاك الكوري زران قصر دوينة لا وا 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 وكنت شبك عباد الله سابين عليهم وعيهم وكتروا المخزن عاو سيوم تسبق عليا نسبق عليا قال لي كان طلع خايف بوصل واحد واحد الحي واحد العومة كان في السطوحة طلع قال لي بقيت خايف بوزي كان نقز من هاد السطح هاد السطح هاد السطح هاد السطح. هو عنده العيبات عنده الداب عنده شي مع التليفونات لا خمسة. قول له يا الحماق تفكير كتب هو من الهربان خصو يخبع داك الشيء ويمشي بالريصه ولي لوح عليه الزبال تاعي راه تقبل تقبل غير من دار ما عنديش ما يقلبوا من اللي عنده سلعبه ما يضربوه ما يقتلوه ما يدبدكوه ما والو ماشي بحال ملي كطيح تقبل بالمحجوز تقبل بالمحجوز كل شيء انا ما عنديش واش شكون دا يا امي. قال لي غيبوز عيط نقص هاد السطح هاد السطح قال لي داك الشيء كله نزل عنده قالو شي ساعة وانا مخبى فواحد السطح. قالو المخزن كيقلب من هنا لهنا 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 ما طاح الباج. قال ليه الحمار بشوف هو كيعاود كيعاود لي معاود لي تريلي وفريق القصة اللي كيعاود نعاود لها خويا. قال لي تسميت هو تسميت هو هذا خاي قال لي خاي بوزي قال لي تسميت هو ما هو كتا هو قرع بحالي وداير الكويسكا قال لي حيد الكاسكيت زعما باش ما يبانش ما يتورقش الشكا ما عارفو عاطيها له بالسميه. قلت يا بعيد ما قعدتش علينا غير بالكيران هي غير هالجنانات طلع الشوانطي مارشي على بالكيران راه مورق هذا انا راه مورق هو مورق لاخر راه فايت غادي للحبس وكيدير الجرائم هذيك المجرمين مورقين البانديه مورقين الشفاره مورقين كل واحد مورق هذاك اش كيدير كيخدم على راسو راه باين هذاك. قال لي سمعتيني قال لي خاي هذه زو تحيط الكاسكيت اول قال لي مع الدريسه ترك ترك درسها هكا قال لي الحومه خاويه الحومه خاويه ما كاينش فيها حتى القط ما كاينوش. قال لي انا خرجت خايف بوزي قلت تهنات الحومه ما كاين حتى شي لعيبه غندير طرق طرق غير ولد بحال هذا الجنان قال لي كبس بحال المغرب تقعد تسمع الشانطي غنكسيري. قال لي خايف بوزي شي ربعه ولا سته الخلفات قال لي ما عرفتش كي داروا طاروا عليا السا هاد الحناج. قال لي خايب بون قال لي كيعطيو لي بنص طراق بنص طراق تمنط في السماء تكتف في السماء با وجا على فمو عليه هذاك السوادي ما تسواش هذه السوادي ما تسواش نوض طراق فمو ولا كلو دمايات. قال لي بوكي كان ديني فوالا شي ثلاثة السناس ديال الدم وداك الكوري ديال الدم مقطع قال له شي ومصروف شو شحال عنده من المشبعش مازال خصو يكرط مازال خصو يدي مازال خصو ينحب. قلت له قال له خدمو شي ناس لابسين دائما قال لي غير ابتدائي يا خاي بوز
قلت له الحمد لله من جيت عند سيدة يا حميدة قلت له عطيني حداف قلت له شفت شحال راه يعطيو هو راه يعطيوك شي عامين 3 سنين قال لي بالصاف جيني في شي عامين اخي العزيز قال لي جيني في شي عامين بعد راه دايزة قلت له دايزة قال لي نسالك راك عارف قوالب قال لي راسك الاخبار في السيف علينا انا عاوتاني راكم عارفين بام شغل قمر حشيش نيبرو السطيره ديال الفيسي كنعس في السطاره 4 بينا كلها شاد بليصه كل راه السريج نحيل جديد ديك هكا كصادم كدير هكا كطلع كتلقى عباد الله حسر ديال الناس حسر ديال الناس 120 ولا 124 في البيت كطلع بحال كطلع من التاد كطلع من الثانيه السفلي الناس راه هي راه الحرامه داك الشيء خوتي فريد من نوعه داك الشيء غريب اش يدوزنا راه الحماق والمرض وخصك تكون قلب باش تعيش حيت راك في غابه غابه فيها الدياب فيها القرود فيها السبوع فيها النموره فيها بزاف د الحوايج خصك تعيش معاهم سبيداري ما عليناش شاف شامبري هاد الدريجي دحاهم تناو كاع بات تما وكدا دار تاع دار دحاهم تناو قال لي كنعرفهم قال لي انت كتشوف اخي بوزي بيت عامر فين غنديرو قلت له كيفاش فين غنديرو قلت له داك الستار اللي خاوين داك الجوج هذوك حط فيهم الخضرة وحط فيهم داك الشيء هو غينعس في لاكوس احمق قلت له مريض الا بالله قال لي الا بغي يعرف ينعس في الستار قلت له الا ما بغيش ينعس هو تما انا النعس ماشي مشكل سبحان الله شارك معاه الحارة والحلوة كنا كنسرقو كاملين كناكلوها كاملين كنشربو الشراب كاملين كنمشيو للواد كاملين نمشيو للبيسين كاملين الميسر بالقمر تا هو بليه بالقمر نمشيو كاملين وغدوزو ما جاياش خاص كون بقا يكون كيما كنقولو عدوك حارك صاحبك وبحار خوك وشارك معاه الطعام وواكل معاه الخير هو الخير تا هو قال لي صافي قلت له انا خويت داك البلايصه خويت داك الستاره قلت له بنادم اجي يا خاي طلع حيد داك الشيء حيد داك اللعيبات داك الشيء تاع الدريه شطبها شيتها باش كذا قول لك شطبها تاسد الكويشات اللي زيار كذا زمتنا على البلايصه انا وبنادم طرا السطيره هيا تقدس قلت له عرفت نعس تما هو بغيت نعس تما جا بلا يصير فين كاز دابا نعس لا بغا قال لي انا غير عارف الناس اخي بوزي قال لي واش يدي وقف في الحبس ما عرفش خاص الطياره ديالك انت معاشر معانا ما خصش معاشر مع الدري دابا باش في شامبري واحد جوج دريوريين واحد بروح واحد الدري اللي كان عنده تا هو روح ما عليناش هو مسكين عاوتاني راه بالخير كيجي عنده والديه كيجي مرزقه هو خصيه مسكين كيفاش تصير داك الشيء كيحطها في الوسط كيقول لك ها كلشي واش اللي خصو ياكل جوانات ديسيبلين شي اللي ما ضحكش مع بنادم والله ما يضحك مع من كيهضر غير مع ولاد حومته حيت كانوا ولاد الجنانات واحد الليانات واحد الموتيف احق ربي لا شي 50 بينا كنا ولاد الجنانات اي ولاد الحومه اي ولاد بخال اللي عاوتو ولاد العدوى ولاد سيدي بوجيده ولاد المدينه ولاد بافسه ولاد سيدي ولاد سريج قناوة ولاد صابر ولاد الدوار الريافه ولي كانوا معمرين الحبس بنا واحد لابيطا فيها جديد وغير مساخيط غير وجوه الحبس غير وجوه العداله غير مكارم غير اللي كيقلب على الكحله ما عليناش راكم عارفين البراخ هاك داك الدريري صاحبنا اللي شاف شامبري كيبيع الجوانات تحلو بزاف كيبيع الجوينات كيبوقر تا واحد عندو الحبس من 3 سنين كيقولها غير الفم جات لك زيديمة جات لك زيديمة فصلت ربوعات طراق السلوفان ميكا كدير بحال السلوفان قلت الأول كتحرق بالبريكة ربيع قدامك كيتباع ب7000 8000 كدا إلا بغا من الميكمي الحشيش داخل الكراج سري قال لك الشيء قال لي داك خونا فين نخلي نخبى هاد الشيء غير بوزي دري لي واكل دخلته شي 150 غرام والنيبره شي 40 كتاب فين نخبعو فين نخبعو الاخر مع معاشر معانا وكذا قلت لي رجيلات وكاستاره قال لي بوزي قلت له هو صاحبنا
استنى داكش قال لي مربع من قطلو يخبى عنده سوار عقل باللي قاز وجن وميكرو وبحال اللي داك الدريري ودارهم تيشم الريعه ديال الخضر كي غيدير لوخا على الخضر جايكم تبعوا القصه وين تحلوا البيبان خرج الدور خرج الدور خرج الدور زقعد للكور زقعد للكور بقينا حنا بقينا كبدنا الميسة طرق 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 تسمعوا السوار زقعد زقعد لابي لارا لابي لارا لابي شورا قالب سالت الميسة نقول لك بزاف تساوت سالت الميسة خرجنا نطلع شنا دير ابراهيم هادو يدحوا مسلم اللي موز جواناس والاخر راه هيك يتسكيب مسوق حتى شي حاجة كيقلب غير على العكاس هذاك الكحلة والنظافة الشعار ديالو العكاس والنظافة شي حاجة مصيب بواه خرجنا قلت له تحيد علينا داك اللعيبة صاحبي ما نتصاحبنا صدام في الخمسة ولا في الستة مع الستة جاي قبل التسعة صدام ما راكم عارفين لقيت فيه 124 103 كيبقى بلا نقاني راه مغيبغيش بلا ندبر مغيبغيش بلا نكون لعبها تكون نكون واقع على مشكل مع بنادم ما عليناش قال لي يا خلي يا خاي بوز ودخل الدريبيات قعدت لابس قعدت لابس كنشوف الزبانين هو في باب تسعه كنشوف الزبانيه داخل شي سته مع راس المعقل قلت له ابراهيم قال لي شني راك اللي في السطاره قلت له عندك هما جايين مع هو كان شني داير السلبه الباخا يتحازموا من هنا داير اللعيبه الفوق حازم وداير ليزا داير الهودش في القناص كيدير هكا باش ما يشوفش بنادم براسو داير حازم واحد اللعيبه ورابطهم تماك دايره هي قلت له ابراهيم ها هما جايين كي دار لك الشيء طراف نصر داك الهضر ولا حداك لا حداك الخير كامل داك الحشيط اللي راح الدري وين قبالتو حيت الستاره ديال البيسي جايه قبالت الستاره داك الستاره غير كاع كاش دابا انا تلقى لي قال لي تما تلاحت المهم الحشيش تاع تماس اسمو قال شي بلاصه يبقى فيها شي بلاصه يبقى دخلوا كان داروا فيها هكا خليك بلاصتك خليك هكا قال لهم ها انا دخل الزبانيه ها انا تما عرفت انا القلب راه شي واحد صوبنا جايكم جايكم القصه ورا السلم ورا السلم باش غيطلعوا عند واحد الصرب الصرب وزيد طلعت كي عليك واحد اخر واش اللي كتعز مهضر ما غادي عليه ورا السلم بقى واقف راه كل شي بلاصه يبقى فيها كتمشي للبلانطا كتمشي جايب السلم هكذا بوست السلم تحط السلم حطو شطو به الدراوليا حتى واحد جوج مهضافو طرح طرح كيف فايه وفايه وكامل نقص هو عاوتاني رئيس المعقل فايه كامل كل خرج على برا خرج خرج على برا خرج فايه وداك البلاصه كامله كاشا كاشا كتكويا كتلاح بلاكا كاشا كتلاح الصاك الحوايج ديالو ميكا فيها الخ... تلاح كلشي تقلبس من الكاو تاو القاد النبره تا حاجه في مشى داك الشيء تبخر تقردي كما كنتش انا جن وجدر ومسمار وحباس كان شي واحد اخر محلول واش عايشو في الزبانية داخلة ها العصابة داخلة دم العصابة عصابة المطافة هي داخلة ما تسوق تقول ما جيش عندنا انا قرن ابراهيم عندك هما ترى لا حم دريولين عبسني خلي اللحم هنا لنا حشيش تحطت فين غير هذا عباد الله اللي في لاكارت اللي جالسين على ميكا داك ولا البوكا من جاني عندهم الشر داك واحد قاتل موب موب درت 3 سنين غير البحث هذاك عطيه اللي عطيتي تا كيخبع كيبقى يسد الموظفه كي ومسخ كينعسي في لاكارت ما عليناش سخت الوالدين يا وقت الموب وشني عطيو البلاصه لا موب فيها لا نعاس قلبوا على شاف شامبراج يا فلان حشيش نبرة هشحال وهشحال وصوبتوها في الاسياس صوبت ربوعات فصلت ربوعات عطيهم كل شيء واش كون عاونك واش كون عاونك عيط لي انا يا راس المعقل خرجني قال لي تبغيتي تحشم بوز قلت له شنو كندير شكا مني شي واحد قال لي بزاف الشكايات قال لي القمر بعدين قلبين عليك كتبيع النبرة بعدين منك ودخلت انت للحشيش وكذا قلت له ما كتسوق الحشيش
ماش تتسوق النيبرو ما كتسوق لتا حاجه. قلت له انا راس مالي الكارت ها الكارت باش دخلت لبلاصتي قلت له هكا باش كنقمر انا راه ما كندخل في حشيش ما كن. قال لي الزدومه فصلتي معاه مع هذا ومع هذا عطيتو. قلت له انا ما شت ما والو شكون قالها تجيبو عندي انايا. قلت له بلاصتي طلع لها. قال المطلق يا الفاي ما لقات حتى حاجه. قلت له انا ما كنت نشوف حشيش ما كنشوف حتى شي حاجه انا طرش وعور الزيزون. قلت له انا الكارت على قلت شي واحد شي حاجه فريك كنقمر وهالكارو ديالي وكلشي ولكن علاش كنقمر ني الزياره من الطياره قلت له النيبرو ما كنبيعوش صحاب الكارو ملي كيبيعوا النيبرو هاكا قصر حيت ملي ما كنلقاش حتى شي حاجه ما يديرش يدير بحال ملي شافني كنهضر مع داكشي قال لي زيد طبعا الموطا دير البوست قلت له مشيو تال البحر زيد ماشي غير البوست خذوني البوست البوست ربع ساعة هما جايبين شاف شامبري داك الدريري اللي قلت لكم هذا اللي كنعاود لكم عليه حومتي ثلاثة مانطينهم بجوج وأنا الثالث مكتف قال لي راه كي جا راس معقل قال لي هو الدايرة راه قالوا لي شني قلت له أنا ما قالوا لك أنا ما شفت حتى شي حاجة أنا أصلا ما كنديرش هاد الشيء وما كنتسوق لا الحشيش لا النيبرو وما كنشوف ما كنسمع ما كنهضرني قلت ها داني مازال كتغوت قلت له شنو نقول لك أنا ميمر نبرا غير الكاميرا الفيديو كان شنو نقول لك قلت واحد الحاجه ما شايفهاش نكذب ندير كذا اللي شافني سهرت معاه وادي قال لواحد الموظف قال له فتح لي فتح لي فتح لي خرجني على برا ضربني على عنقي طرح طرح قال لي سير لبلاصتك وغنجيبك نجيبك قلت له باش غتجيبني قلت له القمر اللي قلتها لك السي فلان ولكني مع داك الشيء راه ما كندخلش فيها ولكن اللي قال لك راه غيكذب عليك وراه غيبغى يديرنا في المنداف ويدير الصابونه حيت شافنا صامتين وتما بنادم ومبوقرين مكبرين على راسنا كيشوف قلت له كيشوفك بنادم كتخرج للزياره لا والو كتلبس سبرديله ب 30000 تلبس كيط ما ب 20 ولا ب 18000 كدير كويس كيط دور يجي ب 7000 8000 كي غادير يبغيك بنادم قلت له ما كيحملهاش قلت له شحال واحد كل دير له رزقه غير في القمر هو راه باغي يدير لنا هكا باغي غير فيكس هنا ولا بغيت تفيكس قلت له تفيكس ما عنديش مشكل فين ما مشيت كنعيش قال لي ماشي داك الشيء قال لي انا كنهضر لك على الحشيش والنيبره 150 غرام د الحشيش تفصل ربوعه خصني نعرفها فين مشات قلت له قلت لك انا والله ما شفت شي حاجه حلفت له غتبقى هذا الحمار يلا امك بلاصتك انا غادي دخلت غير دخلت شاف كارطي قال لي عند رابو انت دير مو بنادم شحال علاقه والو كيدير كيبغي يدبر علينا بقيت كندم دخلت للبيت ولا الشكامه ولا الدايره ولا الفاعله ولا كدا ولا كدا ولا كدا داز لا بيل ما دوزوش داك صاحبنا ولا اخر دوزو في البوست طرق طرق تحسب البيت طلعت انا لبلاصتي طلعت البليس كنقول 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 على فاي غتضربها الرعده غتضربها هي غتدخل حيت ما فيهم ثقه تاشي ساعة وعاد راجع لك ديك الجوج ولاد حوامتي تراك 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 شاف شامري الدري اللي قلت لكم دار لي معكس العكاس انا عكسنا يدخل يدخل على الدريه مازال الموظف طرق قال لهم شنو ربحتوا الشكامه شنو ربحتوا ولاد الدائره والموظف كيسمع ياك الحشيش كانت شتوها وفين هي ياك تبخرات الموظف شنو قلتي قال له تبخرات بوز بالضحك الموظف شاف كارتي كتخلص عارف الاخر كيبيع الحشيش قال له اسكت اسكت دخل بقينا جالسين صوبنا دري لك ويسكروت امور الخير بيضات كدا زويته كاشير سالم صوبنا سالم درنا فيه نسكافير دغمرنا الدري اللي مول البطانه عارف شكون اللي رجل لنا ولد عشرتنا وما بغاش يقول لنا علاش ما بغاش يقول لنا فهموا انتوما سبوا انتوما علاش بغاش يقول باش ما يدبرش علينا باش ما نوضوش نضربو حنا هذاك ونتفيك تاو على الاقل ما عليناش صوب لنا الدريري الكويشات قالت السطيره ديالو كانت بليصه كيما كانت الاخر كينعس كان كاين القريه ديك الدريري ديال حومتي اللي كنتو شاف شامبري قبالتو كينعس كاين راس الحيط هو القنت قنيت قال لي هو دا بوز حدايا لا يا خليني قلت له يا خليني قلت له هاد النهار ما نقمر ما نلقى حد يدير مو غير الشكامه ما ندير مو ما كاين كان معانا حميد المجنون حميد المجنون كان معانا
هذاك كان قمر انا وياه راس حد النار مليون ديت له راس عيط على امو الله يرحمها ويوسع عليها والله الا مليون كان معنا تاع العاكس اللي كتب الو موسى عليا كيبقى قال لها غدا صيفط لي كيلو الحشيش مليون لا غدا في الصباح جا السخرة لا غدا في الصباح الحشيش عاد يدخلوا بالعلامة هذا كيفرقوا على عباد الله ما كاينش كيهضر لها المدير والضاف الاول خرجنا حنا المهم طرق تحيدت داك الحشيش اللي تباعت اللي بقات تخبعت عند واحد خونا كان في السيلون عند حمادي اللي دار الشاير وكذا ضريب واحد حمادي هذا راه كان معايا تساوي في هاد الموتيف هذاك اللي جابوها الغدرة تاعها هو كيمشي غير مع القماقم غير ما بغاش يدير بعد هو الغدرة ما خلى ما دار غير ما بغا ما عرفش يدير حيت خصيب ما عليناش تفركت لي تفركت زعب لابيل خلنا داز لابيل هو كان جيد الدليل اللي معاشر معانا حطينا الغداء بغينا جالسين عندي عندك كورة والطويبية في الغداء وقال له اخي فلان قال له شكون اللي عطاها لك قال له شكون قال له قول الله ما دير له شي حاجة قلت له انا الله ما نهضر معاه هو انا ما نهضرش معاه حيت هو اللي مول هو مول اللعبه هو مول الجوالز ومول كل شيء هو يضربه هو يخسره ويمشي مع الحبس ويتقبل معاه انا ماشي سوقي كان عاطيني واحد الجاكيطة ديالو هاد الدريري بتاعهم سيدي قلت له الجويكيطة لابسها هنايا وداك الجاكيطة واش اصاحبي بنادم وبلا نوضحو متك وما تيقش فيك عاطيني جاكيطة كحلا لابسها تقبل دير فيها الفلوس ولا شري فوقاش غنكتشف انا ديك العشرين هاتي بلاتي انا معاكم قالو فلان هو اللي عطاها لك هو اللي راه خرج لعند السي محسن هو اللي كان رئيس المعقل قالو راه هو اللي عطاها لك قالو اشني كبل مزيودة قالو لا خواها فيكم ها وداك الحشيش مين جاية تلاحت من الكود قالو عطاكم تاع شكون اللي لاحة واحد هشام الدرس مسكين كان هذا قتال في اللوحة ديال الكزدو من برا كتقول له جيب احنا السبالة كيجيبها جيب احنا القرية كيجيبها حيت ضرب الحبس مسمار قتال ما عليناش قال له هاد النهار شكون صورة عطاها حتى صاحبنا مغايلي هذا كان قال له هو كان واحد المرة تغني معاه قبل لنا شي شهر ولا شي كدا تغني معاه ومشى لهم الذاكرة عبيت غادي نتي مع بنادم زربتي عليه حيت هو واقف زرب عليه راه قال هانيا ما يديرش القالب وما يديرش ما عليناش هاو صدينا قدرنا هكدا تراقص اللي دينا كاس المسلسل ديال دلاس ياس غايت ما كنت بشحال الكروة الكبيرة هي الأولى غايت تضرب السعر وتقعد الكور ثم خارجين الكور جر الله يعطيني رزق يا خوتي جرو هكا جبدو لعندو عطاه بكلاطة ضربو لهنايا هاد النيف تحرف هرسلو فمو عرفتي كيولي الدم يسكب تشش كبت تصالا لا فرقنا كيوليت انا بالدم كنفرق شريت انا غير الدري ودحاهم تيغ جمي يقولك شريت شريتها يقولك هدا فرقة الكوتربون تحاماو فيا حيت ولد عشرتو انا خضري انايا انا كنت من العربية عيط للشاب قلتلهم عيط للشاب ما يقولوش راه تحامى معاه فلان عليا غبوزيت انا خبري نرفد القالب تمسمير الحبس كله جدا وتقردين انا براسي ما قاليش راني كنضربو هكا قال لي غنضربو نقول له ما تضربوش داك الضرب هكا كلها وديرو ولا نشوفو شي خيبره نعطيو بوكي ضوي سطو نعطيو جوينات وهادي ونقولو نطبقو عطي لمو شي صمات ديرو شي تقشيره ندير فيها شي صمون حزمه ونعطيها شي حمق ها نقول له نو خليه كاسو ما تعطي لمو اللي فيه كوره طان شي ضربو بصمه بتقشيره ضربو باللي هنا يلاه يمو تيغاشي ولا تولي فني هو ما ورق ليش هادي الخطه ديال الديابه با الخطه غيطلع ما تقولش يا قال لي راه نضربو خايبوز نقول له ما تفسرش على نص احنا عرفنا نضربو عرفتنا احنا الساعه اللي كنا كنتغداو قال لك قالنا راه فلان ولا عطال عرفتنا نطحق ماكينة ونوض نضحك معاهم الجمهور ونشق مرة الراس نرسو نشدو
واش بدا من هنا حتى لهنا حرفت لي ما حرفت ليش كنت نتصوب وغنزيد المونتي كنت مازال قطعش السيناف وعندي عام ديال الحبس وكنحفر كنحفر وكنجمع بكيت الكارو العيبات نيدو الزيت كذا الصويك ديال كذا البياس ايوا شنو يا يعني نزرف نتقولب ما عليناش الشافه كتمزا شاف كارتر معاون معاك لا باس كلو دمايزا كاو مالك واش كنضربو ضربني فلان جرو خرجها البوست نيشان هاد الشاف هاد الرئيس المعقل كتمزا هي الزباين طلعو الطبيب كون ضربك في لعبك تما داخلي خمسة بيوم الزرع وطلمينوت لا اليوم واقف تاهو خلاص ضربتي اكثر طراق شكلو طراق سيري تسقل عطاه واحد هاد الموظف باسل حاير عطاه واحد الطامال دارو قال دار فيه قال له يا زيدو البوست عرفت انايا غتولي ضرب لافاي حيت ملي كي كذا علاش وقع وكذا وغيسول واحد كاينين كاينين شيوخ المنظر وكاينين اللي كيديروا الاجر وكاين اللي كيضحك معاك هو يصوب لك مشى بعد شاف كارتي قالوا له واشني راه شاف كارتي كيورخ عاوتاني رئيس المعقل قال دخلت لك الساعه الزبر يلا فاي كيقلب وشنو كاين هذا الكوش كذا حشيش تحيد كل شيء ما كاين تالع ما لقاوش الدفافش دفاشني هو قطيبه با الحديد كيجي بنادم كيدقو من هنا كيولي بحال هكا بحال النبله كيلوي عليه الشرويط طرا كتولي عندو البيضه هكا باش الا عطيتي مو بنادم هكا تزلقو حيت داك التسعود فيها غير غارقين انا كنكون فيها بنادم قاتل مو فيها صحاب الطاين فيها اللي على الكاليفي فيها اللي جنايات فيها اللي مازال ما محكومش باش قليل تبع شهور عويه بحال هي انا هما الطباقي غير غارقين غير اللي طايح على راسو بحال الديسك ديال طاح على راسو ما عليناش خرجوا الدفافاش كدا انا هاديك الجاكيطه لابسها فيها الفلوس ما عارفش ما قايليش انا ودعوتي ما قايليش راه فيها الفلوس بقى كيقلبوا طراب يقلبوا في القطه الجاكيطه من هنا كيكمش شنو عندك هنا انا عندي حتى شي حاجه شنو عندي قلب حيد هاد الجاكيطه حي جيب انا فلان كيعطيني بحال دابا حويجات وما نقلبلوش طريق بقاو كيقلبوا الكلام تقوبه الجاكيطه متقوبه من هنايا ولا ما في خبار ايش شحال شي حامين هنا قطع شي يديه كيجبد 20 لا قال لي منين جات كاد الفلوس غنقول له دلاخر ما جاياش تقول له دلاخر غتولي تطبق عليه بان راه عنده الحشيش وكذا وعلاش ضربو قلت له ديالي فلوسي قلت له راك عارف لي هذا منين نجيبها قلت له راك عارف القمر القاره وهادي وهادي جوج دراهم عشرات الورقات ديال 20 الله قال لي هذا تمشي للمحجوز قلت له ديالي قال لي تمشي للمحجوز قلت له راك عارف السي محسن قلت له راك عارف قود عليا وكيجي عندي تا واحد من الزياره من الطياره بس كنبكي عليه ونشكي عليه قال لي بلاتي وجه للبوست اخا السي محسن الله يرحم الوالدين ان شاء الله الموظف مع النائب ديالي قلت له ان شاء الله راه غادي السي ملاح قال لي صافي يكون خير ملي قال لي يكون خير عرفت شويه الطغيميره قصرك منها باين الفيلم هذيك اللعبه ديال هذيك السيزي غير وانا خبري انا واخا انا خبري كنخدم تخبري هي نقول لهم راه الفلان لا والو مشات خبرا قلت لهم ديالي صاحبنا راه في البوست مكتف ابا داز شحال عاد تميزا مشيت لعند قلت له صافي ديك الجاكيطة فيها الفلوس ما ورقتي لي ما والو قال لي قلت له راه دخلت لافار بالقوني راه قال لي شنو قلت لهم قلت لهم راه نطلب ديالي باش الا خلق له كلشي لعيبة راه قال لي صافي كون هاني خايا حاسي وراه تمشي عند البير فين السي محسن بخير لاباس قال لي شنو نتاعي
قلت له بلي بغيت يسالي قلت له راك عارف كيجي عندي تاع واحد كنت مع الترانسفير وعبد الحاب صبود عليا وراك كتشوف قال لي ما كتخدمش معايا راجل بحال يا شا سي مو سي خدم معاك قال لي الحشيش قلت له والله ما شفت لا حشيش لا والو حلفت صافي وتتشكل بصاحبك والو قام ما كاينش ما كاين لا حشيش لا والو طرغي طرغي هذاك المرة وخرج مع المشكل على القمر وراه ضربو وراه بقى حاقد عليا قلت له راك عارف الصابونات الحبسة سي مو سي قلت له انا عارف راه حنا سرابي دي يديك قلت لك انا نمد عليه نمد عليه على جوج دراهم قبيض الله والنبي رسول الله هنا حميدة قال لي دابا شنو اللي بغيت بسم الله حتى وانا يدي على الواد طراق 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 28 قال لي قال لي انا ما بغيتش نضيعك فيها صافي قلت له الله يسرك الله يخليك ولداتك الله يسرك انا التعليم سلوك سيف واش هادير مالك ما دير واش تقبلي داك 800 درهم درتها تحتي قلت له انت زعما صافي عند صاحبي ولا خصو شي حوايج قال لي هذاك راه مخصم على الكاش مخصم على الكاش نرجع لك كل مخصو على الكاش انا رسلو اللازمه ورسلو لي فور يوم الجاي وجو الاخر تنفخ قلت له عندو قلت له راه دا والسينا قال لي عندي لي فلوس عندي شي قلت له راه يسيطر الكاش كم صاحبي جابوك الكاش ديال كارتي عرب وما يدوكش الكاشو كارتي فرانسيس حيت الكاشو كارتي شنو هو الكاشو كاشو هو حبس الفيرادي هو العزله بيت بوحدو كيطرقوا عليه كيخدم حكموا عليك ب 10 ايام كتسني عليا عند المدير في واحد الورقه كيطرقوا عليك 10 ايام ما كتخرج ما والو كتدخل تجيك ماكله صوبه منو عليك الزياره ملي كيطرقوا على عباد الله كامل كيخرجوك 4 ساعات الدور غير حدا موظف تما في الكون ولا الدور حدا موظف هذا هو الكاشو قال لي فين ما داوني اخي بوزو يعني هضرونا غير مع داك صاحبنا داك صاحبنا مازال ما جابوش من الطبيب خرجوا الطبيب سيفي مشى راجل ما رسالو اللازمه ونيفو شاطر هاد فيه مشى تهضر معاه مشى تقول له ما علي الناس مهم تقعد تقعد خلنا نبري والله يسنا داز لابي بدا المسلسل وعاد تم جاي داك الدريري محمومه كيقتلني هضر لا والو تم داخل دري وليا مش غرقبو هو مازال طري مازال كدا الاخر صافي داول الكاشو كاشو فين داول الكاشو كارتي فرانسيس سمعت بس تدير امي كلا عادي الموظف ما تسكترش دير لك عبو سيريات الحليب كدا ما طلي لي بس في البيت عند الدري اللي كيطيب كصوب القوي ميلا ديرو في التويبين عام ثاني صاحبك راه ما تدوزوش انا عارفو الصحبه والرجوله حيت هضر الحبس سكت عامل بنادم سواء في الكاش وساعات هو زي المونتي فكون كيتعامل معاك شوف باقي هاد القار وتاك ديرو له تما هاك كيكمي وين سطون كيكميش الحشيش ايوا كان لي مود كل راك عارف غير صاحبنا رابح درياسه والدفكه تعطيه البكيه ديالو القار هو كيما كتصم طالع بحال طالع المصحه داك الكور داك سميتو كيطلل الشارع الشارع يعني فيه غير النخال هو كيتشبر كيطلع السرايجه وكيتشبر لا قريب كيتشبر كيبقى يتعاون معاه اه مار كدا جيبوا له التويلي فين غير بريت كنمدوه له تما كيهضر به مار كنخلي طاو 15 يوم داك شي يومين قال خلي التليفون ديال واحد الدريري مربط دخل عليك شي لافا كويو كحميده راه قلت له راه كويو قال لي لا خي عاد براسكم نعم قلت له شنو قال لي الدري قال لي هاني يا خي عاد سير الدوال تليفون العيبات دوزت له الماكلة تولي في مصريجم صفا لابي دخلت بحالي دخلت بحالي يا بابا هاد بحالي راه الموظف داه شي ساعة ونص ولا ساعتين سالا المسلسل كدا شبكت ميسة في البيت طراق طراق تاع الموظف جا بوزي بوزي نطلع عندنا ساعة ما يخصوش يبكي هاد الكارة ولا شي لعيبة ولا مع ما ضرب لا ساروت لا والو خصو لا خصو ملي بغي يفتح كيجي معاه شاف بوست شاف بوست مع موظف ولا جوج بغيت هو اللي مكلف هو بوزي بوزي سوات فيه هاك لاباس هاد الشاف دا قال لي لبس شي لعيبات خرج تكلم قلت له اه طرق هاك لاباس قال لي ما كاين ما لاباس وجا الله انا قال لي تخرج على الكريه وقول لك شنو كان هاك في الراديو تم جاي شاف بوست ضرب السوارس طرق طرق بصح اللي خرج زيد زدت طلب بوط راس حيت راس المعقل كيسكن حدا الحبس راس المعقل داخل
درك درك درك. قال لي بوزين ثانيه قال لك ماشي راجل. قلت له شنو درت عاوتاني ياك لاباس شنو عاود شي شكايه؟ قلت له ولا شي حاجه؟ قلت له مالك اللي تضرب خلي لي البلان تاع انا ولا تاع مين سيت. انا ما ضربت ما والو ما حتى شي حاجه. قال لي ماشي على داك الشيء. قلت له علاه يا قال لي واش قال لي ردك كنيتايا انا. قلت له غيقول لي عليا شي سي محسن سو كانت ديك اللعيبه فري راه الله تنقول لك فري. قال لي تهضر معايا هضره. قلت له والله تنهضر معاك هضره در رجع. قال لي بلا ما قلت له قال لي التليفون شنو والله ما عنديش التليفون. قال لي انا عارف ما عندكش التليفون. التليفون اللي عطيتيه لصاحبنا قبيله عطيتيه التليفون ولا ما عطيتيه؟ ما نكذبش عليك قلت له عطيتو التليفون. قال لي ما عندكش التليفون. قلت له ما عند فلان رجوله مباشره ما كان. قلت له ما عند فلان وراه رغبني صاحبنا وقال لي التليفون بغا يهضر كذا حق المحامي ما نجي حيدو له شي 6 ايام ولا 8 ايام على حسب الكاش اللي جرب المدير. قال لي هادشي اللي قلت له والله ما خاطر على داك الشيء. دخلوا مورا الدوام قال لي سير بلاص تا الصباح ونتعاود دابا الليل غادي يخليك الصحه السي مصطفى. سبحان الدراري ميسا شافك فتح لي موظف دخلت ميسا دريني مول البطانه وهاد العاكاز قال لي ياك لاباس ابوزي. قلت له هاشني واشني الطويلين فينا؟ قلت لكم اخوتي هاشني واش التليفون راه في الكاش راه درنا شي كارثة ولا شي مصيبة كحلا ولا صقعت انفيكتيان ولا. قلت في الصباح غايجيو مورايا ثاني توالي يديوني الكاش ولا شي قتلاه ولا ما نعرف. المهم العلم لي راك في الحبس. الحبس راه فيه كل شي ممكن يقبضو كيدقدقو كيمرضو كيحمقك ما عندك ما تسال. الصباح نهضر معايا ما هضرت معاه وما هضرت دزت شي 9 ايام. 9 ايام كيخرجوها من الكاش خرجوها من الكاش شحال من هاد بلاصتو مدخل ليه الموظفة داك خونا مازال ما بغا يرغبو فيه والله ما بغا يترغب. وبنادم غارق كيرغبو والله ما بغا يترغب مع الكاس مع الكاس. واو 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 ما عمرش شي واحد شي ضحية بحالو خانزة حمد الله راه ما دوزتلوش انا ما كخسرتو انا مصيبة كحنا كدبرنا على الكارثة. ما انا باش انا كنقول لكم كنورخ ليه. قال لي راه غنضربو غنزرب عليك. نقول له غيجلس با نحا نشوف شي حمق داير مو مالات هو انا دار شي عام ونص في لاكار. يقول له اجي عطيه شي طريف برم تكييف قصي يكون دير هاد المكياج لكار برو تقشيره نجيب صمه قدك كدير تقشيره نحزمها. نقول له هذاك راه نكوردو عليه. نقول له هذاك راه قال لي انت راك كدا وكدا وكدا خابي هاد الماء وهادي راك عارف ها هو راجل تبغي نمرضو. قول له عطيه لمو الراس ولا عطيه لمو لفمو غات الصمه ما تخافش ما تفيكس على والو حيت حمق خا غيضرب مو بيا غندخل نشهدو فيه كدا باقي حمق هادي غيفيكسيوه. ما علينا جابوه جابوه جمع حوايجك جمع حوايجك فين غيديوه فين غيديوه فين غيديوه. قالهم ديني السيلون كارتي عرب. قالو له لا تمشي لكارتي فرانسيس تمشي لكارتي فرانسيس جمع حوايجك كارتي فرانسيس. جمعنا له حويجات ودري من عندو الخير كلش بزايد الخير السلع العالم التلفازة الصيد كلشي تجمع زينا ما عدينا لواحد السيلو الكارتا فرانسيس ورا القديم اللي غيدخل دابا ها مسالي الكومبات نوض على داك القنت ديالو. انا عندي بغي الصلاة في السطار في السطار هاد الفيسي ما غنعود داك القنت ما والو انا هما تما واحد كينعس في راس الحيط اللي كينعس في راس الحيط ولد عشرتنا اللي عندو روح وكاين القنت كاين ثاني قنت كاين راس الحيط هذا كيف ثاني قات جنايا انا روح ما والو غير بنادم كيبغي يلصق وصاحب. قال له انجاري انا دخلت جاري ياك كيكحز. قال له الاخر خليني انا راك عارف غارق داش انت راس لحت خليني للقنيه عاد هو كيبغي يسعفو يسعفو عادي هذا ثاني قات غتزيد لقات رجع راس لحت وخلي هذاك اللي في راس لحت للقنيه وعادي وداك اللي غيجري راس لحت غيجي ثاني قات وانا بين عليه السلام ماشي مشكل. الاخر قرب المسالة الاخر عندو روح مريض عندو 15 عام. قال له والله فيها اللي نعسي. قال له والله لا فيها اللي نعسي والله يا امك والله يا تشارق وفرق يا ما تفرق. هذيك الساعة كاين الكيسان دجاج كاين هذاك 15 عام عندو واحد الدفاش كيدار طراق طراق في عباد الله كيجبد داك الدفاش طريق كيتقب فيه هضربو شي 8 ضربات اخوتي 8 ديال المغزر مغزر. الاخر الاخر مسكين شرق
هدا قال لك اجي تقرا هدا قتلتي راه قتلتي اصلا راه خايف انا قلت عيط ربا عيط عيط شاف صحراتك انت تصال تم جايب الزبريه بالعصيمين وطات هو شني دار عاوتاني هو ما يقرا دخل لحدك اللعيبه الزفروي تمو جايين عطر واحد طراق واحد ضربات الدمايات كي ولا داك التسعود ولا وتقول ديال الدبيحه مكزاره ديال الدبيحه تبقر مدلك كل دمايات الاخر مشرق هاد جو عاوتاني ومين طا طلعوا الطبيب راه فايت الله غير زولا غير مين طا راه باين غير يسيفطوا الكاش الاخر بقى مشرق واه مات الشفا السفلان السفلان هزوه شي 5 تريوين في واحد الكاش شاف مسكين ديال لاكار هزوه طلع طرات هاد الله والما صحه حنا قلنا مات انا قلت سفنا با قلت بسم الله شوف الهدم علاش كان وقع له كارثه قلت انا بسم الله خلف الله ربي عطا ربي الدايدوره هادي با غنبقاو نطلعو نهودو نضربو في الداير حيت الروح غنشهد ما يمكنش باش الشيش ترى في الشامبري يا الشريف راك في الهامبري فيه 130 الى 126 علاش وقع علاش وقع علاش وقع غتقول البري فكنت فنا الحمد لله هكا كنسمعو حنا جار دازت يومين وفي الكوما ما صحار المهم الاخر داو تا هو الكاشو قتلات داو الكاشو طيب قلنا له جا الله فرملي يا داك الدريري مسكين اللي معنا قال لك راه بخير دابا راه تحس الحمد لله قلت له مره رجع عاد دخلت قلت له ما خوتي راه عاد الدريري راه بخير هادي دعيو معاه شوف بنادم علاش كيقلب كيتا عظمى نسمحكم بكنزه وب 15 انت جنايات خلي هذاك اللي عنده راهي دوره ايجاري الراس القد وانت سير راس العي وما غيب عليك ما غتبعدو ما غتسقس فنيك وغير غير حماق وصافي شو بنادم قلت العقل قلت العقل والمرض والحماق الحبس اخوتي راه كاين اللي كيمرض كاين اللي كيمرض شوف وسط الحبس شنو كيوقع شو بنادم الا ما عرفش يتصرف شنو غيوقع له يمرض يحماق يقتل هكذا هذه هي القصه باش انا قلت لكم بنادم واخا ياكل معاك واخا هكذا راه غيشكم بك كيشكم بك علاش غيشكم ها هو صدق الرساله اللازمه غيزيدو الاخر راه لابد غيزيدو الموتيف الاخر تبعت ديك البعرات ديال الله يدوره ككلمات كنبقينا كنطلعوا ونهودو نضربو في باين تاع حنا شون راه لابد غتشهد غتقول هذا نغز هذا علاش وعلاش غنوليو في العداوه غتوليو بزاف د الحوايج الحبس الصعيب والحامه والمر هذه هي القصه خوتي هذه القويصه ديال العكاز الشعر ديالو العكاز والنظافه ضرب 8 شهور ديالو وخرج بحالاته وتزوج دار جوج بنيتات ها شوف بنادم كي كيكون وكيبدل الحياه ديالو حتى خرج سالا تزوج جوج بنيتات عنده وعنده وليات برا خدام على راسو كارسون في القهوه برا كيسربي برا كيعصر وحمد الله وشاكره ها هو خرج سل الشوكه بنادم وارتاح مرتاح لي مع راسو هادي هي القويصه خوتي باش الا بغيتي نعاود لكم على شي واحد كويمنتير كتب كويمنتير في جوج دولار ثلاثه راه قلت لكم قبل الفيديو وانا كنقولها لكم في الثاني ديال الفيديو مول 3000 درهم راه غير بيض اللي قال لي خاز نصيفطها لك نصيفطها لك حتى انا حتى هو غير خريط طيطي مول 500 درهم قال لك عاود لي على فلان رجوله نصرفك 500 درهم حتى هو غير باين لي الكذابة لا قام عليا لا الشكوى والله في هاد العواج الشكوى بيكون والله إلا سيرتو لي رزق الرزق لي خد الله والنبي رسول الله باش ندوزو رمضان باين با أنا طيري لي بنات البير سمعوا ولاد الجريمة أبنات الجريمة لي ما مأبوني شي دخل يتأبون وما تنساوش التغيميسة غمسو كويمين طير الزوين
ولي فيه 5 دولار على الشرعه، المهم ينطير القبيح ولي فيه 2 3، ما عندناش مشكل نجي معانا اخوتي. غدا ان شاء الله رمضان وغنصومو ان شاء الله، الفيديوهات مور الفطار واللايفات مور الفطار في تيك توك، باش تجي معانا. تهلاو ليا فراسكم اخوتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.